لا ما بعتقد، قال إنه شافه هو وزوجته كمان، ما رح يكونوا اثنيناتهم غلطانين. أي مزبوط اللي عم تقوله، وأنا بدي روح معك، بس أمل بالمدرسة ما فيني أتركها. هي مع جميلة؟ أي مبارح مع أخي مظلوم واليوم مع جميلة، ما بعرف لأيمتى رح يضل هالوضع هيك. يلا بشوفك. شوفك. عمر؟ نعم أستاذ. لوين يا ابني؟ طلعت لي شغلة مستعجلة ولازم أروح فورا. معقولة تطلع من المدرسة وما خلص الدوام؟ ايه معك حق أستاذ، بس الموضوع كتير مهم. لا عمر، ما في أي شغل بالدنيا أهم من دروسك بالمدرسة، فوتوا لجوا رح نساوي اجتماع. ايه معك حق أستاذ، بس عمر لا تساوي هيك، فوتوا فورا. ماشي أستاذ، اجينا. انت لازم تعرف كل شيء من هداك الرجال، مفهوم؟ مين هو وشو قصته وشو شاف؟ بديك تعرف كل شيء منه قبل عمر، فهمت علي؟ تماما فهمت. بس السؤال هلأ، كيف رح تعرف؟ يعني شو رح يجبر الرجال لحتى يقلك علي شافه هديك الليلة؟ هو ما رح يقول لي شيء، رح يقول لعمر. كيف؟ الرجال ما شافوا لعمر ولا بيعرفوا، أنا رح روح لعنده وقل له إني عمر. شو هالولد هاد؟ عن جد هالفكرة ما بتخطر عمال الشيطان، برافو عليك كهان. أنا رح أعترف لك بشي، مبين أنه جيناتي أثرت عليك أكتر من أخوك، دوروك مانو هيك. عكلين يا ابني، اللي بدي إلك يا إذا الرجال شافك وعرفك وقتها شو رح تعمل؟ أنا بعتقد أنه القصة بتستاهل إني خاطر، لأنه بالنهاية عمر ممكن يعرف الحقيقة. مزبوط، وقت ميليسا رح توقع بخطر كبير. طيب بابا، هن جايين، يلا بنحكي بعدين. تمام، انت روح وبتساوي مثل ما قلت لي، انا بلهي عمر وآسيا. يلا. تمام. جونيور عاكف أتقول، ما عم صدق هالولد بيشبهني كتير. من وين اجى هالاجتماع هلأ؟ كان المفروض كون عند الرجال. شو بيعرفني؟ يا شباب، بالحقيقة عاكف بيك هو اللي طلب هاد الاجتماع، حضرته حاب يحكي معكن بخصوص توزيع المنح مشان الفصل الدراسي الثاني. عن جد اجت هالشغلة بالوقت المناسب. تفضل عاكف بيك. ايه ماشي، شكرا. ايه يا شباب، مدرسة أتمان الخاصة، وطبعا مثل ما كلياتكن بتعرفوا هذا الشيء، مدرستنا عطت ميزة للكتار وقدمت لهم منحة، مزبوط؟ لأنه نحن مع التعليم، ولهذا السبب الطلاب اللي أخذوا منح محظوظين ولازم يكونوا مبسوطين. إيه انبسطوا. بس هي السنة مثل ما بتعرفوا المنح اللي منقدمها كانت تتجدد على حسب معدلاتكن، بس بصراحة هي السنة نحن بدنا نغير هذا القانون. هي السنة اللي رح يحدد المنح الدراسية هو تصرفاتكن وسلوككن ضمن المدرسة، طبعاً بالإضافة لمعدلاتكن اللي لازم تكون ممتازة، لأنه في أشخاص مشاغبين كتير وهيك النظام. يعني رح أقولها بكل وضوح يا أولاد، ما عاد بدنا تصرفات زعرنة جوات المدرسة ولا مشاغبات فاضية. كل اللي منتمناه أنكن تجوا لهون تتعلموا وتدرسوا وتاخدوا تعليم ممتاز بمدرستنا وتتخرجوا بتفوق. عم تفهموني؟ من اليوم ورايح أنا ما بدي بهي المدرسة أي طلاب زعران وسرسرية يساووا مشاكل وانتهينا. عمر، معناتها أنت ما عاد تقدر تأخذ المنحة؟ ليش بقى؟ لأنه أنت دائماً بتعمل مشاكل. لك حلي عني، ماني ناقصك، روحي. اسمعوني، أنا متفهم إنكم بأول شبابكن ومندفعين على الحياة والدم عم يغلي بعروقكن وما عم تنضبطوا، وأنا متفهم هالشي، بس خلوا المشاكل برات المدرسة، ما بدي بالمدرسة أي مشكلة ولا أي زعرانة، كلامي مفهوم؟ رح جن يا أختي، في شخص عم يستناني بيعرف مين اللي قتل أخي وأنا قاعد عم أسمع هالحكي الفاضي. طيب أنت بس اصبر شوي. عمر، بلا هالحكي بينات بعضكن، إذا عندك شي سؤال ارفع إيدك وبعدين بتسأل. لا أستاذ ما في شي. معناتها هلأ يا جيل المستقبل رح نحكي عن الطلاب اللي عم يدرسوا بمدرستنا بمنحة، ومو بس بهي المدرسة. مثل ما بتعرفوا نحن عم نعطي منح للدراسة بالجامعة، وكتار طلاب قبلكن كانوا شاطرين ومتفوقين أخذوا منح، لأنه بالنهاية كلياتكم بالمستقبل رح تتخرجوا من هاي المدرسة وتفوتوا على الجامعات،
يلا يا حضرة المدير خبرهم عن المنح الدراسية بالجامعة مشان يكون عندهم علم. مرحبا. تفضل، كيف فيني ساعدك؟ أنا عمر، عمر آرين، جيت لأحكي معك بخصوص الحادثة اللي صار مع أخي. أنت صاحب الإعلان، ايه تفضل. أنت خبرتني إنك شفت الحادث، أنت عن جد شفت الحادث؟ ايه للأسف شفته، البقية بحياتك. طيش، لو سمحت ممكن تقلي شوي اللي شفته بالضبط؟ بهديك الليلة مرتي اللي كانت عم تسوق ونحن انتبهنا باللحظة الأخيرة إنه في حادث هنيك، كان في موتور مكسر بالطريق وقريب منه كان في سيارتين واقفين، وبعدين شفنا 3 أشخاص مجتمعين فوق راس واحد مرمي على الأرض، وحتى كان في بنت مرمية على الأرض كمان. على الأغلب مو بس أخوك اللي تأذى، كان في بنت تأذت بالحادث كمان. طيب أنت لما شفتهم قدرت تعرف مين بيكونوا؟ أو أخذت رقم شي سيارة؟ لا والله ما شفت شي كان عتمي، بس لما مرينا من هنيك كنت عم صور مرتي فيديو وصورت مكان الحادث من دون ما لاحظ هالشي. تفضل شوف بعينك. أنا ما قدرت أعرف مين بيكونوا، بس يمكن أنت تعرف الأشخاص الموجودين. تمام، هذا الفيديو بينفعني كتير، ممكن تبعت لي اياه؟ ايه اكيد ببعت لك اياه، بس لا تواخذني ما حفظت رقمك، سجله لابعت لك اياه فورا. انا بتشكرك كتير. العفو. ممنونك. وصلني. خاطرة. مع السلامة. بوجن دندن يارن بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.